مساء الخير، مساء سعيد، تحية طيبة مباركة لكل جمهورنا الحبيب. طبعا كنرحب بكم وكنستقبلكم من خلال برنامج دندنة مع عماد على القناة الفضائية شادة تي في. اليوم كذلك نواصل رحلة الطرب مع برنامج دندنة، وانتم كتعرفوا بأن برنامج دندنة هو بالأساس برنامج طربي، وكنستضيفه العديد من الفنانين وأصدقائي لكي يجيوا طبعا وكيمتعونا ونستمتعوا معهم بأصواتهم الطربية والمطروبة. ولهذا الغرض اليوم غادي يكونوا معايا واحد الضيفين غنتعرفوا عليهم فيما بعد. قبل من ذلك نبغي أنني نرحب كذلك بأصدقاء الفنانين الموسيقيين هشام، أهلا وسهلا، رشيد، دريس نيغرا، صبري، وكذلك فؤاد. البداية كالعادة غادي نطلبوا من الفنانين الموسيقيين اللي هما من الدعامات الأساسية ديال البرنامج دندنة أن يسمعونا واحد مقطع من أغنية السيدة وردة جيتي في وقتك. فالأكيد أن هذه الحلقة غتكون طربية 100%، وغادي نحطوا الرحال في العديد من المدارس الموسيقية سواء المغربية وكذلك العربية. لحظات ونواصل. إذا نبدأ الحلقة ونتعرفوا على الفنانين ضيوفي كما قلت، الأصوات الطربية والمطروبة. طبعا غيكون معي اليوم صلاح الدين محسن. أهلا بك صلاح الدين. أهلا بك خويا عماد، تحية لك، تحية الطاقم ديال شادة تي في والمتتبعين الأعزاء. أكيد أن دائما فيما كتكون معنا وكتشرفنا محسن صلاح الدين، إلا وأنا كنستمتعوا معك وكنزعموا كنبغيو نسمعوا بزاف ديال المدارس الموسيقية مغربية وعربية إن شاء الله. صحيح. كذلك من الأصوات المطروبة إلياس طه، أهلا بك. مساء الخير خويا عماد، وشكرا على الدعوة الكريمة، وتحية لك وتحية لطاقم البرنامج الفرقه الموسيقيه كذلك. انا وسهلا. مرحبا مرحبا. طبعا حنا دابا كنحاولوا كما كتعرفوا، فحنا في هذه الايام يعني في هذا الرفع التدريجي ديال الحجر الصحي، ثم كذلك حنا كناخذوا تدابير الوقايه ديالنا، اكيد طبعا كلشي معقم الى غير ذلك، ولكن حقيقه يعني الريتم شويه صعيب يعني الواحد بعد هذه الايام. يعني نبغيو نعرفوا كذلك، كي دوزتوا هاد تقريبا 3 اشهر مع الحجر الصحي، يعني كي كانت كيعشتوا سورتو في الاول؟ وحنا اكيد الاجراءات الاحترازيه اللي خدات الدوله باش منع انتشار الفيروس كانت في محلها، كانت في وقتها، وكانت يعني استبقنا هذيك الكارثه الحمد لله باجراءات. بدينا في الاول كنمنعوا التجمعات، من بعد صافي ملي دخلت اول حاله للمغرب صافي تسدوا الحدود، تفرض علينا الحجر الصحي كبقيه الناس، ولكن الحمد لله يعني داز داك الشيء مطمئن. يعني ما وصلناش لعدد كبير ديال أكيد الاصابات وديال الوفيات. الحجر الصحي طوال شي شويه، وصراحه احنا حاولنا خصوصا يعني كما قلتي حقيقه طوال، وهذا الشيء عادي، وحنا الحمد لله لان كاين المسؤولين هما كيعرفوا مصلحتنا، ولكن يعني الفنان توا من بين الناس اللي يعني تضرر. ما عرفش دابا ما كاينش واحد الرؤيه مثلا ما بعد الكورونا، يعني بالنسبه للحفلات والمناسبات والسهرات يعني غتكون صعيبه شويه القضيه كإلياس. اكيد ان القطاع الفني او الميدان الفني من الميادين اللي تاثرت بشكل كبير كبير كبير، لان اغلب الفنانين ما عندهم حتى شي ورقه، دونك ما عندهم لا تغطيه صحيه لا 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 مالوغوزمون.
هذه جانب. وثاني حتى المستقبل يعني دابا ما كاين لا خدمه ما غتكونش صعيب باش يعاودوا يتحركوا دونك يكون الله في عونهم وصافي. ولكن دائما الفنان عرفتي الفنان عايش بديك الروح ديالو عايش بالامال وعايش بالتفاؤل دونك هذا هو اللي كيخليه يعني كيصبروا. اما شوف من هنا لغدا ما عرفتي الله سبحانه وتعالى شنو غيدير. شوف قدر خير قدر العصفور طيران وقدركم نتوما نغنيو حنا ان شاء الله القدر على ان احنا دائما كنبغيو نبعثوا ديك بصمه الامل والتفاؤل وديك الطاقه الايجابيه. وما يفعل ربك إلى خير إن شاء الله كل الأمور ترجع إلى ما كانت عليه وترجع أحسن. ربما إحنا بغينا قاع أحسن لأن خدينا بزاف ديال الدروس والعبر من هاد أزمة كورونا. يعني شنو ممكن الصلاح تقول لي مثلا شنو أهم الدروس مثلا يعني من جات الأزمة؟ أهم درس وأول درس هو أنه إنسان ما يتيقش في الزمان شوية يدير بحساب مثل هاد المواقف اليوم اللي هي صعبه الصراحه. يعني الانسان كي واحد المده ديال الحجر طويله توقفت فيها النشاطات ديالو كامله اللي كيدير يعني فصعيب عليه يعني الانسان يواكب هاد مثل هاد المشاكل اللي ما كانش داير لهم الحساب ونخلي لهم يعني داك مخلي لهم كيف كنقولوا حنا الوسائل باش يعيشها. فإنسان ما كانش ضارب حسب المشاكل أو الأوقات اللي غيكونوا فيها يعني أزمات فغادي هو أكثر واحد غادي يتضرر. أكيد ولكن ما كيبقاش فقط طبعا باش نكونوا إحنا موضوعيين ماشي فقط غير الميدان الفني راه الميادين عديدة القطاع السياحي الناس ديال المطاعم والناس ديال المقاهي يعني الناس اللي كيشتغلوا فأكيد أن بزاف ناس. ولكن إحنا دائما كنعاود نقولها نرجعوا دائما احنا ببصمه الامل. نسمعوا نبداو بالمدارس ديالنا نسمعوا بزاف عبد الحليم نسمعوا ليلى مراد نسمعوا الحياني نسمعوا نبداو معك محسن صلاح الدين. ايه شي حاجه لعبد الحليم؟ ايه نغنيو شي حاجه لعبد الحليم من القصائد اللي غنى عبد الحليم كتعجبني بزاف. قصيده رائعه يا مالكا قلبي. غادي تيلا تفضل قاسموها معكم ومع الجمهور الكريم. أخاف أن أمشي في غرب
غربتي وحدي أخاف أن أمشي في غربتي وحدي يا مالك القلب آه من الأيام لم تعطي من يهوى أنني روح غريب في الحياة من الأيام لم تعطي من يهوى منا أنني روح غريب في الحياة فاتنا عمري هل انتهى عمري فاتنا عمري هل انتهى عمري أخاف أن أمشي في غربتي وحدي أخاف أن أمشي في غربتي وحدي في ظلمتي الآسري يا برحمك من هذا العذاب قلبي من الأشواق داب ليلي ضنى صبحي أسن عيشي على دنيا سرام رحمك رحمك من هذا العذاب قلبي من الأشواق داب رحمك من هذا العذاب قلبي من الأشواق داب ليلي ضنى صبحي أسن عيشي على دنيا سراب يا فاتنا عمري هل انت وحدي أخاف أن أمشي في غربتي وحدي في ظلمتي الآسري سلام حقيقه قلنا راه اليوم غادي نتسلطنوا معكم شي شويه وهذا الحقيقه هذه الاغاني الزمن الجميل
زمن جميل. فاحنا بموازاه بما ان باقي كنهضروا شي شويه على هذه الازمه وهذه الجائحه اللي اصابت العالم باسره، فلاحظت بالعديد من الفنانين كلهم قاموا وتسارعوا انهم نجوا اعمال تصب في هذا يعني في هذا الازمه هذه، سواء الاعمال اللي تشيد بالناس ديال الصفوف الاماميه بيان سور باش ما نبقاوش نعاودوا نهضروا من الاطقم الطبيه والسلطات الى غير ذلك، وكذلك عاوتاني يعني وكاين وحتى حتى هذه المبادره التضامنيه كانت كثيره، شفنا كثير فنانين ثم كذلك شاركتوا باعمال. انا تلقيت دعوات عديده من مجموعه من الملحنين والموزعين صاغوا افكار يعني افكار عندها علاقه بالحدث اللي هو هذه الازمه ديال كوفيد 19 كورونا، ولكن حاولوا بانهم يصيغوا اعمال فيها واحد شكر وامتنان للناس اللي خداو على العاتق ديالهم انهم يكونوا الصفوف الاماميه في مواجهه هذه الازمه هذه وهذا الوباء. اغلبيه الاعمال اللي شاركت فيها كلها كانت شكر للسلطات وكذلك الجيش والشرطه والاطقم الطبيه وكل شيء والناس ديال النظافه وكاع الناس اللي هما في المواجهه ديال الفيروس، الله يجازيهم عنا خيرا انهم يعني احنا جالسين في ديورنا مهنين من الفيروس وهما في المواجهه معه. نعم. يعني اغلبيه الاعمال كانت في هذا الاتجاه هذا. طيب كانت واحد الاغنيه من الحان نعمان حلو. من بعد جاء عمل منفرد ديالي. نعم. اقترح علي الاستاذ الفنان الكبير نعمان الحلو اقترح علي اغنيه بعنوان حراس الوطن. يعني اشتغلنا عليها في واحد الفتره يعني وجيزه، حاولنا اننا باش تخرج، هي كانت شكرا لهاد الناس هذو اللي ذكرنا الاسم العنوان ديالها كيبان حراس الوطن، كنقولوا لهم زعما الله يجازيكم بخير بهذا يعني. نعم. خلاصه ديال الموضوع ديال الاغنيه. انت الياس كذلك درتي واحد العمل انت ومحسن. كان من ديال الاعمال المشتركه، كان لي شرف الغناء يعني ومساهمه في هذه الجائحه باغنيه كانت من كلمات الاستاذ مراد الخربي وتوزيع الفنان الكبير خالد ايوبي، وكان شارك معنا في العزف كذلك استاذ رشيد على الكمان. يعني وكانت بالاضافه للصوت ديالي كان استاذ محسن صلاح وعلي المديدي، ويعني وبغينا من خلالها ان حنا نساهموا مساهمه فنيه في هذا. نعم. فكيخاف بحال دابا بعض الفنانين مثلا ملي كاين حيت في الاول كل شيء تيخرج الاغاني تصب في هذا الاتجاه، واش كيولي ضروري على الفنان يدير اغنيه لانه يخاف الى ما دارهاش يقولوا وهو هذا ما غناش كاع على هذه الازمه، وكاين عاوتاني اللي كيقول لك حتى لهاد الازمه هما كلشي ناض كيدير هذه الاغاني، فكيفاش تفسروا لنا هذا خويا؟ شوف في اي وضع كان واي مشكل سواء كان الوضع يعني صار او محزن او كذا، فكل واحد من موقعه كيشتغل على داكشي اللي كيعرف يدير. حنا كفنانين كنساهموا باعمال فنيه عندها يعني كتصب نفس الموضوع وفيها مشاعر طيبه تجاه الناس اللي هما كي قلت لك ولا مثلا كيف ما الموضوع الاغنيه ديالنا اللي كنا درناها مع الاساتذه، اغنيه تضرع الله سبحانه وتعالى باش تزول علينا الجائحه. يعني كانت المواضيع كلها يعني مزيانه ما كانش المشكل. أكيد. يعني حنا كيف ما كل شيء خدام، حنا كفنانين كنديروا غير الفن، فحتى حنا جينا وساهمنا بهذا النوع من الاعمال هذه ولقات الحمد لله الاستحسان ديال الناس وكذلك. لا اكيد حقيقه خطوه يعني كل مبادرات كل يعني جميع الفنانين يشكرون عليها، لان كما قال قال صديقنا نعمان الحلو في احدى اللقاءات مع شي حد ربما كان معاه شي محاور وبغى ينتقد، قال له انا فنان ما عندي الا انني نغني لهذ المواضيع هذو، قال لي واش الا ما غنيش شنو غندير انا فنان؟ حقا كيكون هذاك التجاوب. على مديد امتداد تاريخ المغرب دائما الفنان كان يعني يواكب القضايا الوطنيه والاحداث اللي كتروج. ملي كنمشيو للقضيه ديالنا الوطنيه قضيه الصحراء الناس غناو بها معظم الفنانين وغناو ليها. ان الفنان ما يمكنش يعني هذا هو الدور الحقيقي ديال الفنان، خصو يكون عنده اسهامات في الوقت ديالها، وكتبقى ثاني الاعمال ديك انما الاعمال بالنيات، النوايا كيعرف الله سبحانه وتعالى. يعني الانسان خصو يغني ويخرج
جوج راسهم هذاك الشيء جوج هذه الوقيته ما جاتش هذه الوقيته هذا مساله ديال شوف الفنان بالعكس كيبغي بلادو في حي اي واحد وكيتمنى يعطي لبلادو احسن ما عنده وهذا هو اللي نقدر نقول. غادي نواصلوا نهضروا شويه على كما قلنا دندنة ودردشه. نبقاو معك الياس شنو نبداو بشي اختيارات راك تقريبا انا واش ضروري نغني اليوم صافي والله يا ودي نغني انا لا واش ولاب تخصني نغني ضروري صافي محسن يغني الشيطان كاين محسن وكاين هذه الفرقه انا زعما راه يعيبوا عليا المشاهدين يقول لي جايب الياس للبلاطو وما غناش الياس مرحبا تفضل هشام لك الاختيار
مش قادرين عالصبر مش قادرين ما قدرتش أصبر يوم على بعد وده الصبر عايز صبري لوحد وما قدرتش أصبر يوم على بعد وده الصبر عايز صبري لوحد لوحد ما قدرش على بعد يا حبيبي ما قدرش على بعد حبيبي أنا ليمين أنا ليمين السلام عليك. هذه راه اول مره غنغني من وراء الكونفينمون. اجي واش حتى الفنانه كيخصهم بحال الكويريه بحال الرياضيين بصفه عامه منين غادي يبغيو بحال دابا في الشامبيونه خص يلاه يعاودوا يديروا شي معسكر تدريبي عاوتاني باش يرجعوا لا كونديسيون فيزيك واش حتى لي زارتيست حتى هما مثلا تيقدر خصو يعني صوته يعاود يروضوا يروضوا باش يعاود يوصل لهذيك السلطانه مثلا اللي تيكون أكيد دابا هذه المرحلة اللي دوزنا يكون عندها تبعات نفسانية قبل ما تكون يعني على مستوى الصوت يعني بنادم كنا الحمد لله دابا بدينا كان شوية كنغني ولكن الإنسان ما غناش واحد 3 شهور ونفسانيا راه ما كان ماشي ما كانت ساهلة طبيعة ولا بدا تبقى عندها مخلفات يعني ويبقى بنادم خصو بشوية بشوية أكيد تبعات نفسانية كتكاد تكون ولكن كما كنقولوا حنا كاين الأمل فبلا ما نبقاو نهضروا على نساو هذا الكورونا بارك خصو تريني حنا علاش كنا كنديروا في هذه الفترة هذه الأغاني اللي كنا كنسجلوا كل يعني مع الناس عن بعد أكيد الحمد لله على التكنولوجيا اللي كاينة دابا ولات خلاتنا كنخدموا عن بعد وداك الشيء يعني هذا الشيء راه ترينينا بما فيه الكفايه وضروري حيت حنا واخا تكون خدام ما خدامش خصك ضروري تمرن صوتك شويه باش يبقى محافظ على اللياقه ديالو اكيد اكيد ما كراش تسمعونا شي نديروا شي ديو ندير شنو تقدروا تختاروا شي اغنيه انا كيعجبني نغني مع محسن كل شيء بصراحه ولكن غنغنيو الليله مراد اش بالك سنه وانا نحلم بك انا كمن زعما من الفنانات اللي الزمن الجميل اللي كيعجبوني وليلى مراد والاغنيه من اروع ما تغنى في الريبرتوار كان سنتين كان اول مره غتغنى كاع او اعتقد اول مره حقيقه اغاني ليلى مراد قليل فين تاي يعني كنلاحظ انا بزاف الفنانين والفنانات يعني الشباب دائما كيمشيو على المدارس والاسماء المعروفه محمد عبد الوهاب ام كلثوم السيده ورده ولكن غادي نبداو مره نقلبوا فبحال المدارس الاخرى مثلا ليلى مراد ومحمد فوزي وكريم محمود والى غير ذلك المطربين عندهم ضرر فنيه صراحه أكيد. ما تعرف ما اعلاميا ما تشهرتش بزاف ولكن هي راه اغاني حقيقيه منهم هذه الاغنيه ان شاء الله اللي غنغنيوها انا هو نسمعها العنوان ديالها سنتين وانا حايل فيك ودموعي العين تناديك يلا تفضل عامين وانا كنحزر فيك انا والاسم
حبيبي سنتين سنتين وانا حايل فيك ودموع العين تناديك سنتين وانا حايل فيك ودموع العين تناديك يا سبب تعذيبي أو اللي اسمع حبيبي أنا يا سبب تعذيبي أو اللي اسمع حبيبي سنتين وأنا حايل فيك ودموع عين تناديك سنتين وأنا حايل فيك ودموع عين أولاً لأن
جبتوا هذه الاغنيه هذه ربما سمعتها شي مره ولا جوج ولكن شحال هذه حقا من الاغاني الجميله ديال ليلى مراد سنتين وانا حايل فيك عاد بغيت كنرجع الكلام ف هذا النوع ديال الاغاني اسمح لي انا هذه الاغنيه بعدا كتعجبني ملي كنت صغير كنت كنسمعها كنت كتلقاها في الراديو بزاف ومن تما بقات لاصق ليا في راسي بقيت عاقل على حافظها كامله وهذا من نوع الاغاني اللي كتوخا كتطفى تقدر مثلا تدوز لواحد الفتره تبقاش تسمعها الى عاود حياه كانها يلاه يلاه تلحنات الاغاني كأنها. انا شخصيا كنبروفيتي لان كنعرف كسميع وكنعرف المتتبعين ديال البرنامج يعني عنده جمهور الحمد لله كيفهموا كيسمعوا والفرقه الموسيقيه اللي اول ما دخلت يعني كان اخوان غنينا على التعريف يعني حرام فهاد الحضور كامل ومع محسن صلاح وما يتغناوش هاد النوعيه ديال الاغاني يعني هادي لقيتها كنت تخنا هذا الدور ديالكم لان حنا بغينا الفنانين يكونوا حافظين ربما بعد المرات عاوتاني ما يمكنش تقترح عليهم بعض الاغاني اللي ما حافظينهاش ولكن يعني خص الواحد يزيد ينبش في هاد الريبرتوارات ديال هاد المدارس هذه يعني كاين مثلا ليلى مراد يعني من الاصوات غير يعني ما خدتش حقها ليلى مراد يعني كانت جات مع من طاحت ديك الساعه غير فضحيله لا تبارك الله كل وحده فيهم كل وحده كل مطربه ديال ذاك الزمان كل وحده دارت سميتها ودارت جمهورها ودارت المتتبعين ديالها راه كاينه تبارك الله حنا كلنا كنعرفوها كنعرفوا كيف ما كنعرفوا ام كلثوم وورد ام كلثوم كنعرفوا ليلى مراد كنعرفوا فايزه احمد كنعرفوا الورده الجزائريه كنعرفوا بزاف المطربات نجات الصغيره وتبارك الله يعني النوع ديال المطربات الشكل ديال ليلى مراد كاين موجود تبارك الله وعندهم اغاني اللي تلحنت لهم في ذاك الوقت كانها دارت الدابة لانها اغاني خفيفه فيها التطريب فيها الطرب داك السهل الممتنع السهل الممتنع صحيح هذا هو اللي كيميز هذا النوع ديال الاغاني دونك شوف انا اكيد ان الناس غادي يتعجبهم وغادي يقلبوا عليها وربما ندون مره نقترحوها هنايا في البرنامج من هاد الاغاني حق اغاني جميله شنو غنسمعوا شي حاجه ندوزوا لشي مدرسه نديروا المغربي نديروا المغربي ضروري انا مغاربه خصنا نغنيوا المغربي المغربي خص يكون في الاولويات ديالنا وحنا كنفتخروا تبارك الله الريبرتوار ديال الاغاني المغربيه اللي ولا معروف انت مغاربه سلموت بما مغرب اكيد اكيد غادي اخترت اغنيه حافظينها الناس كلهم وبغيت ان شاء الله المشاهدين الاعزاء يرددوها معنا راه كيحبوها بزاف هي اغنيه يا سيدي انا حر الله هي من ابداع الاستاذ الكبير الاستاذ الله يطولنا في عمره الاستاذ حسن القدميري واغاني من الروائع ديال المرحوم محمد عبد الوهاب المرحوم محمد الحياني معليش معليش راه راجعين من الكونفيلم ماشي مشكل انا احنا دائما في عفويه تلقائيه نسمعوها ولكن اش من الكوبليه اللي غدير لنا كلها فوالا أنا حر بغيت ندوق الحب خلينا رد وابني سيدي أنا حر لله فهمني أنا شفت وعجبني يا سيدي أنا حر بغيت ندوق الحب خلينا رد وابني حلو ولا مر سلمت وأمري فرحني أوي عذبني دابت حب وتعذر ويغ
غلبك كيف غلبني داك الساعة جاوبني حلو الامور سلمت امري فرحني قوي عذبني دابا تحب وتهضر ويغلبك كيف غلبني داك الساعة جاوبني يا سيدي انا حر انا حر انا حر لله فهمني انا شفت وعجبني ما بدي حيلة وفين الحيلة من أول نظرة قلبي مال قلبي مال قلبي مال غير البارح وأنا هاني غير البارح وأنا هاني واليوم أنا مشغول البال مشغول البال مشغول البال ما بدي حيلة نظرة قلبي مال قلبي مال قلبي مال غير البارح وانا هاني غير البارح وانا هاني واليوم انا مشغول البال مشغول البال مشغول البال عيوني شافوا سهرهم وحبوا عيوني شافوا سحرهم وحبوا وإلى اليوم غلبنا متى يمكن نغلبوه وإلى اليوم غلبنا متى يمكن نغلبوه باقي ما جربنا دابا يعاشرنا ونعجبوه باقي ما جربنا دابا يعاشرنا ونعجبوه باقي ما جربنا دابا عشرنا ونعجبو باقي ما جربنا دابا عشرنا ونعجبو حلو الامر سلمتو امري فرحني قوي عذبني دابا تحبو تعذر ويغلبك كيف غلبني داك الساعة جاوبني يا سيدي انا حر انا حر انا حر لله فهمني انا شفت وعجبني سيدي كان بغيه كان بغيه كان بغيه كان بغيه بيني وبين قلبي أنا حر في ذاتي خليوني مني ليه مني ليه مني ليه مني ليه نوهب له روحي نهدي له حياة سيدي كان بغيه كان بغيه كان بغيه ونموت عليه بيني وبين قلبي أنا حر في ذاتي أنا ماشي منادو لما قطفش الوردة غير لك كان ما فيها شوق ولك تاب وحبيتي وجرحتي وبريتي غيروا منك ويحسدوا انا ماشي منادوك لما يقدفوش الوردة غير لك كان ما فيها شوق ولك تاب وحبيتي
جرحتي وبريتي غيروا منك ويحسدوك يعذبني يا وقتر أنا ملكي دي هديانه سلمته أمري يا سيدي أنا حر وهاد النار ناري ما يمكن يشعر بها غيري يا سيدي أنا حر أنا حر أنا حر يا سيدي أنا حر أنا حر أنا حر هاد النار ناري ما يمكن يشعر بها غيري حلو ولا مر سلمته أمري فرحني قوي عذبني ده بتحب وتعذر ويغلبك بغلبني ده ساعة جاوبني يا سيدي أنا حر أنا حر أنا حر لله ذمني أنا شفته السلام عليك. الله عليك حقيقه الله. الاغاني الخالده ما كتموت وما كتنقرضش يبقى جينيراسيون على جينيراسيون كتغني بحال هذه الاغاني هذه الروائع هذه كتسمى روائع حقيقه فإلى سولتك الياس مثلا شكون من الفنانين المغاربه اللي كتشوف راسك قريب ليه في احساس او لا ربما في شي مدرسه من الملحنين ماشي بالضبط يكون المؤدي والمغني شكون كتقرا راسك قريب صراحة أنا يعني مجموعة من الفنانين يعني أنا مني بديت كان تعلم الغناء وكان يعني كان اشتغل بالفن كنت كنسمع الأغلبية الفنانة المغاربة ولكن هما مدارس الحمد لله يعني كلهم مستوى عالي ولكن أنا اللي قريب القلبي هو الدكالي وعبد الهادي بالخياط ومحمد شبران نعم ولكن الحياني يعني هذوك كنحس بهم بالنسبة لمحسن صلاح الدين فالكثير اللي تيقولوا عندك طريقة تشبه إلى حد ما مثلاً الأداء أو طريقة الغناء ديال الأستاذ محمود الإدريسي بزاف الناس كيشبهوني وأنا شرف لي عظيم أنني يعني شبهوا الأداء ديالي بهرم الأهرام الأغنية المغربية ومن أروع الأصوات في العالم العربي اللي هو الأستاذ الكبير محمود إدريسي إحنا كنفتخروا به كأننا عندنا فنان ما ذيك طينا ومن هذاك المستوى أنا تعلمت من سي محمود بزاف تعلمت منه وحفظت منه بزاف الأغاني أنا كنت قلب على شنو كيغني في الحفلات من غير الأغاني دياله مثلاً كيغني عبد الحليم ولا أم كلثوم ولا عبد الوهاب ولا محمد عبد الوهاب ولا عنده تسجيلات كنت كنوادر كانوا كيجودوا عليا بها بعض الاصدقاء اللي كانوا مقربين ليه وكانوا كيعطيوني تسجيلات ديال جلسات او سهرات كيغني فيها اغاني اخرين من الريبرتوار المغربي والعربي فاداء رائع جدا استفدت منه بزاف الاشياء كنحاول انني نكون انا كمحسن صلاح كنحاول نكون يعني ملي كون غني تبان شخصيتي في الغناء ولكن هنا قالوا لي كنشبهوا طريقتك في الاداء الطريقه ديال سي محمود الإدريسي وهذا شرف كبير واش هي صدفه مثلا ولا كنتي سمعتي ليه وانت صغير بزاف انا كنقول صدفه لانه انا بحالي بحال خويا الياس كنبغي نشرب من منابع متعدده انا نحفظ من مدارس متعدده محمد عبد الوهاب ام كلثوم عبد الحليم هاد المطربين اللي ذكرنا تبارك الله ديال الزمن الجميل كلهم سمعت ليهم تقريبا وحتى المطربين المغاربه سمعت لهم كاملين كنحاول نكون شخصيتي في الاداء ونكون انا محسن من الناس يسمعوا صوتي يقولوا هذا محسن صلاح الدين وتكون بوليفالوم يعني متنوع يعني جميع المدارس حتى استاذ عماد ملي كنهضروا مثلا ملي كتجبد استاذنا محمود الادريسي كتهضر على استاذ محسن صلاح الدين يعني كتشوف ان راه كلهم هاد الفنانه كاملين عندهم نفس يعني تعلموا من نفس يعني المدارس وتاثروا بنفس المدارس يعني استاذ محمود الادريسي انا سمعت واحد التسجيل ديال ام كلثوم ديالو كيفاش كيغني وصباح فخري كيفاش يعني وكترجع كتلقى نفس المدارس اللي يعني اللي روى عليها هاد يعني استاذ محسن ولا طيب نمشيو عاوتاني شويه المدارس دابا الشبابيه فوقتها ربما نسمعوا شي حاجه معك الياس الشبابيه نعاود الشبابيه ما عرفناش دابا حنا مابقيناش بعدا بغينا نعرفوا التصنيف حنا ديال الشباب ومع الاغنيه الشبابيه ما بقيناش عرفنا التصنيف لان دابا كل 3 شهور كتولي اغنيه شبابيه ولكن حنا كنرجعوا للاصل دائما باش نكونوا عند حسن الظن من الجمهور وائل كفوري يلا اوكي موسيقى
فتنت الملائكة قبل البشر. وهامت بك الشمس قبل القمر. فتنت الملائكة قبل البشر. وهامت بك الشمس قبل القمر. وغنى بك الشعر قبل الوتر. وسر بك السمع قبل النظر. فأنت بجمالك نلت كل العبر. بك الحسن البس ثوب الكمال. بك الحسن البس ثوب الكمال. بك الحسن البس ثوب الكمال. فأنت الحقيقة وهو الخيال. ولو صوروك بلوح المثال لكنت ملكة ملك الجمال. يا ليل يا محسن قول قول حبيبي. سلبت ليلى الحشا مخزون. أيها المفتون هم بها الذل. في اللي ما تبرمي صوبي خايف بهاللحظة يوقع أنا قلبي. انت وعمت في اللي ما تبرمي صوبي خايف بهاللحظة يوقع أنا قلبي. جرح رفيق الروح سرنا أنا وياك. أنا وياك سرنا أنا وياك. وأكتر من الصحبي يا ضلي يا روحي
تعبت معك روحي روحي من كتر ما أنا مجروح صار الجرح رفيق الروح صرنا أنا وياك أنا أنا وياك صرنا أنا وياك وأكتر من الصحبة ندخلوا الابتسامة على الناس. بغيت نحيي بزاف الإخوة ديالي وأصدقائي الموسيقيين الفنانين كلهم واحد واحد طبعا كالعادة، وإدريس نيجرا اللي رافقني في رمضان في البرنامج اللي درنا ديال نتي في لايف في رمضان، وكان هذيك الأجواء ديال الحاجة الصحية وتنخرجوا بالليل والدنيا خاوية وبيان سور حنا بالرخصة وإلى غير ذلك، وكنت ذاك البرنامج كان عندي مباشر كان جوج مرات في الأسبوع الله يبارك فيك، ولكن روح كان دائما كان تنبقى أنا ودريس ديك الليل ديك الساعة هنا كان بريباري نوجد مع الضيوف ديالي وتنبقى أنا ودريس، ولكن تما كذلك كنا كنستمتعوا مع ياسين الشهبتة وكذلك اللي كنحييه من هذا المنبر هذا أخونا وصديقنا وتوا فنان وصوت كبير كبير حقيقة. يعني مثلا من بعد ما يفوت هذه الأزمة هذه باين لكم مثلا شنو الأهداف كاين دي بروجي غادي يكونوا من بعد، أو الإنسان دابا صعيب يحدد دابا واش غيدير مثلا مستقبلا؟ أنا بالنسبة لي كإنسان صراحة صراحة هذه كانت نشوفوا هذه الجائحة من الزاوية عاوتاني المشرقة ديالها من زاويتها الإيجابية. يعني خصنا نقولوا بأنه احنا تعطاتنا واحد المهلة باش نجلسوا نفكروا مزيان نخموا نراجعوا أوراقنا شوفوا كنا مقدمين على شي حاجة غنديروها ما كانتش مناسبة ربما ما كانش وقتها، فهاد الأمور قدروا أنه مثلا تداركوا هاد المسائل هذه نجلسوا نخموا مع راسنا. أنا دابا كنشتغل على شي دي بروجي إن شاء الله غيكونوا إن شاء الله
ملي الامور ترجع للطبيعه ديالها والحياه نمارسوا حياتنا بشكل طبيعي ان شاء الله كاين مشاريع جديده ان شاء الله نخدم. انا كنتوقع ليا توقف ليا مشروع كنخدم عليه كنت خصني نخرجو في هذا الوقت هذا الساعه ملي كنت غنصور فيديو كليب. نعم ولكن ملي بدا الكونفينمون ما قدرناش نقدر الظرفيه ماشي مناسبه وربما حتى الموضوع ما كانش غيكون مناسب. أكيد لا انا كنقصد من غير الاعمال تنقصد مثلا حتى الفنانين دابا خصهم يفكروا تفكير اخر. اكيد مثلا بالنسبه للتغطيه الصحيه خصو ينخرط في الصندوق ديال الضمان الاجتماعي. يعني بزاف د الامور خصها تقنن. يعني الانسان اللي كيجيو بحال هاد الازمات ولا هذا على الاقل يكون يعني اللي يكون وضعيه الفنان حتى تكون محصنه. اعتقد للاسف اخويا وضعيه الفنان في بلادنا للاسف مع كامل الاسف بقى ما عندهاش الاعتبار ديالها. باقي الفنان ما عندوش الاعتبار ديالو كسائر دول العالم لانه المهنه الفن كسائر المهن حتى هي مهنه يعني كيمارسوها واحد المجموعه ديال الناس هي كفن كشي حاجه ساميه. الفن ما معطيش لاي واحد الموهبه خاصها تكون عندك موهبه ولكن ملي كتاخذها كمهنه صافي كتولي كمهنه مهنه كسائر المهن. يعني خصو يكون عندها قانون كينظمها خصو يكون قانون حقيقي كينظم هذه المهنه هذه باش كل شيء ياخذ الحقوق ديالو. الدولة تاخذ مثلا المسائل ديالها الضرائب ديالها والمسائل ديالها والفنان في الاوقات اللي مثلا توقع شي مشكل بحال هكا يلقى واحد الموريد ديال الدخل. حيت الفنان الا مشات توقعت شي مشكله بحال هكا وحبس راه ما راه يقدر الا ما كانش مثلا كان ماشي شي فنان مثلا عنده واحد الصيت او مثلا كيخدم بكاشيات كبار في المهرجانات او مثلا اغلبيه الموسيقيين كتلقى بانهم اجورهم اللي كياخذوا في الحفلات يلاه كتكفيهم في العيش وتكفيهم كذا. فاش اللي كيبقى في الموسيقي من الاشتغال فراه ازمه حقيقيه بالنسبه ليه. هو راه انسان كسائر الناس بحال بنهار بنهار وتا هو بحال بس بعد يعني لا لا يعني الا كان جامع شي بركه غادي يقدر يخسرها ولكن من بعد غادي الى طول هذا الشيء غادي. اخويا محسن مناسبه ان حتى انا هضرت في الموضوع مع بزاف ديال الاخوان قلت لهم دابا كاين علاش ما بنادم ما يبقاش ما يديرش الباطون ديالو يقدر يدير مسائل اللي يقدر هو حتى الدوله ما دايرهاش لينا مثلا حنا مع الاسف. يعني حنا نقدروا راسنا الانسان ملي يكون يخدم يدير واحد يمشي هو يقيد راسه في صندوق الضمان الاجتماعي. يعني هادشي اللي بغيت نقصد يعني المناسبه دابا ما يبقاش باش نقولوا حنا حتى هو يبدا يخلص ربما يخلص من الكوتيزاسيون ديالو ويخلص الى جاتو شي ضرائب حتى هو يخلصها ما لا هو ما عليه يضمن لراسو انه حتى لا ما كانش يعني في انتظار ان تكون شي حاجه من المسؤولين اللي كنتمناو يعني هو يقدر يدير هذا. يعني شوف ديما كاين مجال ان كيف ما قلت اخويا عماد خصنا نستافدوا دابا من هذا من الظرفيه اللي عشنا خصنا نخرجوا منها بشي مسائل. يعني الانسان ما يفهمش يعني ما اسمحوا لي نقاطعكم. الاستفاده اللي غنستافدوا هو انه الانسان ما حد الظروف ديالها بحال هكا يحاول انه الى راه غيتمحن الانسان الا بقات عنده الفن كمهنه. هي راه كمهنه هي راه مهنه في دول العالم محسوبه مهنه عندها قانون كينظمها. خصنا هادشي اللي خصنا باش حتى واحد ما يضيع في الحقوق ديالو. كتلقى المسائل تكون مضبوطه بلي كونطراب مسائل ديك شي كله حتى واحد ما يضيع. للاسف الفنان في المغرب ضايعين ليه بزاف د الحقوق والمهنه ديالنا حنا كتسمى قطاع غير مهيكل مع انها مهيكله في بلدان اخرى وتدير على بعض الدول مداخل مهمه لانه هو قطاع منظم اللي كيتنظم الامور ديالو كلها كتمشي بخير حيت كلشي كيكون شفاف كلشي كيكون مضبوط. سمعنا في اوروبا في امريكا خصوصا في اوروبا انا سمعت بانه الفنانين من اللي جلسوا راه الدوله التفتت لهم من اوائل ديال القطاعات اللي الدوله التفتت لهم وعطاتهم مساعدات باش يعيشوا في هذه المده هذه. راه كاينين الناس جلست من الخدمه حنا من الاوائل اللي انتقدوا لا كاينين الناس لا كاينين الناس لا دابا كاين حنا من الاوائل اللي بداو كيهم لا دابا كاين غير واحد الناس القلال عندهم واحد الخلط بالفنانه دابا حيت انا علاش كندوي انا حيت انا عارف عندي علاقه مع الفنانه هادشي باش كنهضر عندي علاقه وكنعرف كان دابا كيصحاب الفنانه هما واحد مثلا 30 واحد تتبان كيخدموا بلي كاشي مزيانين وكيوليو كيعيشوا بواحد المستوى ولكن الميدان الفني راه فيه فرق الفولكلور فرق الموسيقيه الموسيقيين المسرحيين هذاك يعني المسرحيين عاد الممثلين اللي ماشي كلهم تيكون
الفنان. وتقنيين اللي كيرافقوا هاد الفنانين هادو، مهندس الصوت، هل مثلا كل واحد باش مكلف الاضاءه، هاد الناس هادو كلهم كيشتغلوا في القطاع ديال خصنا نقول ان شاء الله يعني الوزاره الوصيه، وخص حتى هما يتفاهموا يتنظموا الفنانه بالنقابات. شوف عندنا نقابات، عندنا نقابات ولكن ما مفعلينش الدور ديالهم للاسف. للاسف هذا هو اللي كيزيد انا صراحه كنتعصب ملي كنسمع انه كاينين النقابات ولكن ما مفعلينش دورهم فينا. ودابا حنا شكون اللي غيدوي علينا حنايا كفنانين الا طحنا في ازمه؟ وراه 90% ديال الفنانين في المغرب عندهم ازمه حقيقيه. الناس راه جلست من الخدمه، انا عندي حالات كنعرفهم غير جلسوا من الخدمه دوزوا السيمانه الاولى الزيرو، كاين اللي معرض للتشرع لانه مثلا كاري او شي حاجه ما نتفرعوش فيه. لا قبل خاص المشاهدين يشاركوا معاهم قبل من الجائحه، كان لولا تدخل صاحب جلاله نصره الله في مجموعه من الحياه لكانوا الناس كيموتوا اشاك فوز يدير خصو يدير غير انا كنبغي باش نصف حيت هما الفنانه اولا مواطنين مغاربه تاهما عندهم عائلات وعندهم لي شارج كثار بحال الناس اخرين كلهم. وبطبيعه الحال غير هو كيخلطوا بعض الناس كيخلطوا الفنانه، تيقول لك زعما راه حيت وقع شي انتقاد في الاول. لا وقعت في الاول وقع حمله يا صديقي، الحمله كانت حمله ممنهجه، انا شفتها، انا رديت لها البال انها واحد مجموعه ديال الناس وما اسماء حتى في الفن وحتى في ناضو بداو كيطالبوا الناس بانها مثلا احنا كنعرفوا اشخاص فنانين مقتدرين وفنانين ميسورين داروا مبادرات وزعوا اعانات على الناس وساهموا في صندوق الكورونا، يعني ما محتاجش هو صحيح انه ما محتاجش يقولها باش يخلي داك الاجر بينه وبين الله، ولكن ما فيها باس يبين كيما داروا حنا الى 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 قالها يبين غيقولوا لي راه كتزيان بغى يبين باش ما درتي والو، ولكن راه كاين الناس داروا العجب العجاب وغير ما بغاوش يبينوا، يعني فهمتي يعني حيت خرجوا شي وحدين كيقولوا شوف فلان دار باش عرفتي ان حنا ما درناش، يعني كاين الناس ما كيبغي اكيد اكيد غادي تكون عندك في العائله ديالك ربما في القريب ذوي القربى غادي يكون عندك انت الناس اللي عاونتي وشوف بينات وضوحها الشيء. الحمد لله الحمد لله ان عندنا هذا مبدا التكافل من ديما في المغاربه، ورجعوا للفنان الشيء كل الفنانه الحمد لله، يعني من غير هذه المسائل اللي قلنا اوروزمون المغاربه كيبغيو الفنانه وكيحبوا الفنانه وكيتعاونوا مع الفنانه، سنو كان يقدر يكون مصيبه كحله. اما حنا من ديما حنا معاونين وحنا كنهزوا بعضياتنا وحنا هاد المغاربه فيهم هاد المسائل الزوينه والحمد لله على هاد المسائل. طيب نرجعوا للجو محسن غيتقادوا الجو الغناء. حنا مزيان نشاركوا مع الناس وضيعتنا، حنا راه مواطنين مغاربه وحنا كممارسين لهاد المهنه هذه خصنا حنا كل الامور ديالنا مضبوطه ومنظمه باش ما نطيحوش في مثل هاد المشاكل. اكيد ان شاء الله يا ربي نصدق درنا القوس هذا ونعاودوا نرجعوا للطرب والزمن الجميل. الدور ديالك محسن نوبة أمو لا نوبة تفضل. أنا تشهيتك في شي وردة ولا في شي بيناتنا نسمع شي حاجة بوردة نديرو عايزة معجزة. أيه كتعجبني أنا المقطع الأول ديالها إن شاء الله ندوزوه إن شاء الله ربي يدير شي معجزة وباش هاد الجائحة إن شاء الله تزول علينا وشي معجزة يتقاد القطاع إن شاء الله. داوك يا نور عيني يا وادي ومك
مسطر عالجبين يا عيني ومسطر عالجبين والناس مستغربين علي مستغربين علي مستغربين علي دواك يا نور عيني يا وعدي ومكتوب علي ومسطر عالجبين يا عيني ومسطر مسطر عالجبين يا عيني ومسطر عالجبين حالة فيها استحالة ما تفسرش ولا ولا شكوى ولا أنين ما يحالة حالة فيها استحالة تنجدني من الحنين تنجدني من الحنين أنا عايزة معجزة أكبر من السنين وأقوى مني ومنك والعالم أجمعين والعالم أجمعين ده العالم سلام شكرا حقيقة دابا الشكل ديال الأصوات الشكل ديال الفنانين اللي عندهم بحال الأصوات الطربية وكيختاروا يعني تتلمدوا على المدارس الكبيرة فباقي لاقين مشكل مثلا في يعني الميدان الفني من ناحية الإنتاجات الفنية يعني هانتوما مثلا تجيدون كل المدارس الطربية ولكن باش تخرج اغنيه ديالك دائما عندك ديك الحيره واش تخرجها قريبه من الشيء اللي تسمعوا دابا شي شويه جديد ولا تعاود اولا تخليك في الطرب ربما ما تلقاش الاقبال من الشباب ف يعني شنو ممكن تقول بالنسبه لي انا والياس راه نسجنا مجموعه من الاغاني سمعوها الناس شوف انا كنحاول انا من جهتي نتكلم هنا نفسي بهذا انا من جهتي كنحاول انني نبقى يعني نعطي قالب حديث جديد على مستوى التوزيع على مستوى كذلك تسجيل يعني التقنيه ديال التسجيل الحديثه دابا وحتى التوزيع كنحاول ولكن الروح كنبغي نحافظ عليها تبقى اصيله روح يعني ديال الطرب روح ديال الغناء نغني مزيان يعني كنحاول انه نبقى قريب ما كان بحال كنت كان سميناه مثلا ما يسمى بالنيو كلاسيك يعني الكلاسيكي الجديد يعني روح اصيله من طربيه وتعطيها واحد القالب حديث جديد اللي باش عاوتاني ترضي جميع الاذواق وما تكونش متطرف مثلا اقصى اليمين ولا اقصى اليسار كنبقى الوسط يقدر الواحد تبقى الوسط تقدر ما تشد لهذا الجمهور لهذا الجمهور هي خصك هاد المسألة تخدم عليها مزيان يعني بالتروي وبتأني شوية عليك شوف شي عمل راه ممكن أن تدير عمل يعني مواصفات حديثة ولكن روحه أصيلة شنو إلياس هي كيبقى كل مغني عنده أنستيل دابا ملي كتهضر على هاد النوع ديالنا هذا شخصيتنا فهمتي هذا حنا يعني أكيد ملي غتبغي تمشي تغني شي حاجة أخرى لا هي جديدة لا شنو ما غاديش تقدر تعطي فيها كما ينبغي وهذه كتسمى واحد الخطوة خصك تخدم عليها وخص يكونوا معاك ناس اللي يقدروا يعني ماشي سهلة ولكن كيبقى حنا تعرفنا والستيل ديالنا هو الطرب يعني راه أصعب شيء بالنسبة للفنان هو يلقى أن ستيل يلقى واحد يعني وحنا الحمد لله لقينا مشينا في هذا يعني شوف يعني أنا كنحس بحال هذا مثلا بالنسبة للناس اللي كيتذوقوا الفن ولا بحال الجمهور مقسوم كاين جمهور ديال هو ديال الاذاعات والراديوات والتلفزيون والمهرجانات وكاين واحد الجمهور ديال المواقع ديال التواصل ديال الريزو سوسيو قلتي واحد الكلمه قبيله قلتي راه ماشي كاع الفنانه ديال المغرب هما اللي كيبانوا في التلفازه راه كاين واحد الجمهور ثاني من غير ديال الريزو سوسيو ديال هذاك سميتو كاين واحد الجمهور اللي ما كيبان لا هنا لا هنا وكيموت على الاغاني الطربيه وجمهور كبير
اكيد عشان قلت لك يعني ما يستاهلش الانسان ما يمشيش غير مع لي ريزو سوسيو غير ولا اللي كيبان في عندك في انستغرام ولا لا راه كاين جمهور عريض باقي شوف شوف اخويا عماد غير الاعراس ديالنا وكتشوف انا كيغنى فيها المسائل الشعبيه وداكشي ديالنا وكيتغنى مثلا الطرب وكتغني الاغنيه المغربيه هذا هو الجمهور الحقيقي هذاك هو الجمهور الحقيقي ديال المغاربه وشوف مثلا هالبرنامج ديالك خير دليل انه ناجح وعنده جمهور كبير شنو كيتغنى فيه يعني الطرب والمسائل الكلاسيكيه يعني حنا كيف ما كنقولوا الفنانين اللي ربما باغاني جديده ديالهم باليوتيوب ديالهم جداد بني تيجيو عندنا هنا الدندنه فالحمد لله تيغنيو الاغاني الطربيه البرامج اللي نجحت دابا في العالم العربي وخرجت الاصوات راه كيتغناو فيها غير يعني باش تعرف لا يصح الا الصحيح ما كيبقى كل شوف كل حنا كنقولوا كل ساقط وعنده لاقط كل الناس عندهم جمهور ديالهم وكل يعني خص شوف مزيان يكون تنوع يكون هادي ولا قمح عنده كيالو نسمعوا باقي ما سمعناش الياس في عبد الحليم ان شاء الله مرحبا شنو الاغنيه نغني نبتدي منين الحكايه عبد الحليم حافظ يلا نسمعوها تفضل لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية ده احنا قصة حبنا حبنا أكثر من بداية لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية احنا قصة حبنا حبنا ليها أكثر من بداية عشنا فيها يا ما عشنا يا ما عشنا شفنا فيها ويا شفنا يا ما شفنا عشنا فيها يا ما عشنا يا ما عشنا شفنا فيها ويا ما شفنا يا ما شفنا لكن مشينا دورنا مشوار الحب وصلنا دورنا مشوار الحب وصلنا والدنيا ما بتيجي تعاندنا وتفرق بيننا وتبعدنا وتعالى تعالى I'm
طول أحباب نبعد عن أي عذاب ونعيش على طول أحباب نحضن فرحتنا 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 سوا ونخلي الحب الحب في شباب. تنشكركم استمتعنا معكم في هذه الحلقة هذه بالأغاني الطربية والزمن الجميل. نشكرك محسن صلاح الدين وإن شاء الله نتمنى لك التوفيق ونتلاقاو قريبا بنتارك ابن الدار وصديقنا وأخونا. شكرا لك خويا عماد على انك تفكرني. مرحبا. باش نجي نصل الرحيم معكم ومع الجمهور الكريم ديال شادة تي في، وانك جيت فرحان فين ما كتتصل بيا كنكون جاي وانا فرحان حيت غادي نتقاسموا هاد الدور الطربية مع الناس ومعكم. أكيد. فشكرا لك على الدعوة. الله يبارك فيك، بارك الله عليك، انت اللي كنشكرك. وكذلك الياس كنتمنى لك حظ موفق ان شاء الله، ومازال نعاود نتحيد هذه الظروف هذه ونعاود يكون الجديد ان شاء الله. الياس كنشكرك. شكرا كذلك، وما غاديش نقدر نزيد شي حاجه اكثر من اللي قال خويا محسن. دائما اللقاء معك ممتع في حالك يعني، ومع هذه الفرقه الموسيقيه ومع جمهور شادة تي في وبرنامج دندنه، وكنتمنى نكونوا عند حسن الظن دائما. تبارك الله عليك. غادي نبقاو في الاخير اكيد مع شي اغنيه ديو بيناتكم بغينا مغربيه ان شاء الله. كنشكركم احبائي، غنتلاقاو الاسبوع المقبل بحول الله مع اصدقاء وضيوف اخرين وبرنامج دندنه مع عماد. الى اللقاء. هي وانا اعطيك العهد وحبك هو هو.
الشاد يلي صرت